السلام عليكم لا جانك. المهم درت هذا الفيديو باش نقول لكم بلي الشو ديال 26 جوان ما بقاش انولي 100%. حيت يوصلوني دي ميساج بلي انا مازال في البروغرام مازال في بالنسبه للشو انولا بحال كاع لي شو ما تفهمناش. ماشي حيت ان كون فيستيفال صافي خاصك طيح من لي برينسيپ ديالك وطيح من داكشي اللي ديال اللي كدير وداكشي علاش خدام ضربو في الزيرو وطلع تما طلعتي سير سير. لا حنا ما متفقينش على هاد اللعيبات وما تنحكم على حتى شي واحد قبل بدوك لي زوفر اللي عطاو الفيستيفال وما تنحكرش راسي الماروكين. بالعكس نقول للناس اللي خداو لي تي كيمشيو يمشيو فلاير مازال كندوز التلفازه لي بيبليسيتي ما عرفتش علاش هادشي كامل وقيل يكون على حيت ما كانش واحد لا كومونيكاسيون ما كوميكاسيون ديريكت مع لي ريسبونسابل اللي خلات تكون الروينه ما نتفاهموش على بزاف د اللعيبات. انا عارف مورا هاد الفيديو بزاف لي زارتيست ما عجبهمش الحال علاش ما حيت وقيلا انا خيت خرجت قلت هاد اللعيبات ودير وقيته باش كلشي يعرف كلشي ضربهم شي حاجه كبيره على هاد التخربيق حارق كان شوفو خويا. وبغيت نقول اي واحد يدير شي لعيبه في لا موبيل جينيراسيون اي كرياتور ما يحقرش داكشي اللي كيدير ويعطيه قيمه باش الناس ملي يجيو حتى هما يعطيو قيمه ما يحقروكش حتى هما. والناس اللي واخدين اللي تيكي وجاي على ودي يمشي ويدوزو ان بون سواري ما عندي حتى شي مشكل ويسولو على راسهم الا كانوا يترومبوسا وما عرفتش واش كاين هاد لوبسيون با. وكنوعدكم بالالبوم وبدي دات في الرباط قراب